فاجيت السوق الطيور اخوان عمر زكي اللي هنا بالشارجه حتى اصور لكم كل سوالف الطيور، واجيت اليوم الجمعه اللي هو المفروض اليوم الجمعه يكون كلش ازدحام ويكون هذه المنطقه مليانه ناس، انه برايفت اونرز ناس مو اصحاب محلات يبيعون حيواناتهم هنا. عندي ذكريات بهذا المكان ما تخلص ويا الحيوانات، ولكن مع الاسف السوق كله متغير. المهم مو مشكله، راح ندخل المحلات واشوفكم ايش عندهم. نانا هذا كله فقط وحمام وارانب وكله دجاج، هاي ما ادري نعامه دجاجه ما اعرف شنو. نانا حتى سلاحف اذا تريد موجوده، وهاي ما اعرف شنو نوعها، شنو هذا؟ يمكن القطاع هاي. اللي صورت لكم اياه توي كان محل واحد فقط، تعالوا هسه مثلا محل ثاني، بس تعالوا نشوف الشباب. بس الريحه الله ليش همشمكم الريحه، شوفوا لي هذا ايش قد حلو. اكثرهم ميتين من الحر، الدنيا حاره لدرجه الكل نايمين هالقد ما حاره، حتى هذا شوفوا هذا خطير. فمن زمان السوق كان كلش اقوى، مثلا الكاسكوات كان متروس، هسه السوق فارغ يعني قليل تلقون الببغاوات الغاليه. هنا هذا المحل مثلا متخصص بالحمام، شوفوا لي هاي الحمام. فهنا بدل ما تروح سوق مال حيوانات عذرا حديقه، تجي وتتفرج على حيوانات انت مش شايف طول عمرك. واما السمك فحكايه ثانيه. هنا قلت لكم الانواع اكو بيها اصلا ما عندنا اياهم بامريكا، واذا نوعيه مثلا من هاي الانواع موجوده عندنا فتكون اضعاف السعر. هنا السمك كلش رخيص بالامارات، هذا اللي اتذكره، ما ادري هسه شلون الاوضاع صايره. شوفوا لي هاي البزازين، وشوفوا لي هاي الحجيه شلون منسدحه على الشباك، خطيه من الحر ايش صاير بيها. اما هذا بالقوه دا يتنفس، يمكن عنده ربو. يعني تشوف حيوانات غريبه والله العظيم، اول مره دا اشوف هاي الشغلات. شنو هذا؟ شنو اسمه؟ جد على ما اعرف. اما هنا هسه محل متخصص بالكناريات، شكو كناريات تحلم بيها موجود. فهذا السوق من زمان كان عامر عامر، حتى هذا كله كان مستلزمات كان مال الطيور كله للاخير. فهاي المنطقه كانت تنترس ترس، كلها ناس دا يبيعون حيواناتهم هنا، واذا تريد خرفان بقر غنم صونه جمال كلها منها. هاي هناك الشارقه والعلم منور. المفروض هي الجوله راح تكون كانت كلش رهيبه، وحتشوفون حيوانات بعد احلى بهوايه واشكال مختلفه من اللي شفتوها، ولكن للاسف مثل ما شفتوا المكان مهجور، ناس طالعين، يعني كل شيء صاير غير شكل عن ايام زمان لما كنت عايش هنا. واما الان خليني اشرح لكم عن سبونسر اليوم. اكيد اكثركم يعرف البرنامج اللي هو منصه بينوم، اسهل منصه تداول ارباحها توصل ل 90% من راس المال، وكل اللي عليك تتوقع اذا راح ترتفع الاسهم او راح تنخفض، وبناء على توقعاتك اما راح تربح او راح تخسر. المره اللي فاتت سوينا صفقه ونجحت، شنو رايكم نسوي صفقه ثانيه؟ نشوف اذا تنجح ان شاء الله يا رب. اوكي هالمره خلينا نتداول ب 50 دولار، واعتقد انه السهم راح يرتفع فاضغط على السهم الاخضر، وهسه لازم ننتظر. ويس صارت ال 50 دولار 92.5، يعني ربحنا 42.5 دولار من ال 50 دولار. وللتذكير هاي المنصه اللي عمرهم 18 وفوق، وانه دائما اكو احتمال تفقد راس المال اللي انت استخدمته اذا توقعك كان خاطئ، ولذلك لازم تخطط وتفكر لما تتوقع، مو تقعد بعشوائيه تتوقع. ولذلك منصه بينومو توفر لك رابط اسفل الفيديو، ومن خلاله لما تسجل يعطوك 1000 دولار تجريبيه، هاي ال 1000 دولار تتدرب بيها لحد ما تصير محترف، يعني 1000 دولار مو حقيقيه تقدر اذا صارتها عادي. واكو قسم كلش راح يساعدك، تروح هنا لفوق على الخيارات، وراها تضغط فور تريدرز، وراها تختار استراتيجيز، وراها راح تشوف خطط واستراتيجيات وفيديوهات تعليميه، هاي لازم انت تركز بها، تقراها، تترجمها، تفتهمها الى اخره. واكو بالعربي اصلا البرنامج حتى تصير محترف تفتهم وتعرف تختار. واكو هنا قسم خيار تضغط عليه يغير لك الالوان مال المؤشرات، فهاي تساعدك حسب اللون اللي انت تريده حتى تقدر تركز او تفرق ما بين المؤشرات والى اخره. واما اذا حسيت روحك صرت محترف وتعلمت وريت تحط فلوس حقيقية
حقيقيه، فتقدر تستخدم هذا الكود وراح يضاعف لك اي مبلغ حقيقي راح تحطه، يعني 20 دولار يصير 40 دولار، 100 دولار 200، و300 تصير 600 هيجي. واما سحب الفلوس فعندك هوايه طرق تقدر تسحب منها الفلوس وبدون اي عموله، تخيل، وخلال 24 ساعه. وكل شيء اسفل الفيديو. اما الان خلينا نكمل الفلوج. كل اصدقائي كنت هنا اعرفهم وعايش هنا، انا متابعهم الى حد اليوم، كلهم تراسلت وياهم حتى نلعب مباراه ان شاء الله طوبه اليوم. العصائر فانتاستيك هنا، الله العصائر هنا رهيبه، نفتقدها بامريكا. هسه اتذكر صديقي محمد عيد البزونه المطهيه قبل سنين، هسه حيرويني شكلها. ومحمد بديع من ابو ظبي مطي ارنب اني هم قبل سنين، هسه يقول لي صار عنده مزرعه، مو فريق، مولد مزرعه من الارانب. حلو انه الارنب اللي اعطيتيه بعده عايش وكبران وجايب جهال، والبزونه هم بعدها، سبحان الله، شيء غريب. هاي حجزنا ملعب هنا وهياتهم باقي الشباب، قلت لهم 7:30 ومثل ما انتم شايفين اللي جوي فقط ربع، وما عدا اللي سحبوا هم انا اضعاف اللي سحبوا علي. فهاي جماعه الشباب ثلاث ارباعهم سحبوا علي، وثلاث ارباعهم هسه يقولوا لي ما نلعب طوبه وراح نروح، وهذا هو ما ادري. وكل ملابسين ملابس طوبه اصلا، جايين بس يسلمون علي ويقولوا مع السلامه. هاي جماعه الحاره مالتي 6 سنين ما شايفين بعض مثلا، وهسه درب الفلته هذا هو الاكثريه نكتوا بينا، واصلا الحياه صايره غريبه، حتى اصدقائنا اكثرهم ترى متغيرين، الدنيا صايره يعني كل واحد بعالم ثاني، الحياه اللي تزوج اللي سافر اللي الدنيا صايره غريبه عجيبه. هسه اجيت المحل يفصل لكم شغلات للسياره، استيكرات خاصه تختار اللي تريد. فهاي اختاريت حبتين واختاريت الحجم السايز، وهسه راح اختار اللون من هاي الالوان وراح يطبعوا لي اياها هنا. هيخلصهم بثواني طبعا، ما مبين وياكم لان اختاريت اللون الابيض. فهاي العصائر اللي اتمناها بامريكاني، هاي سوالف البنات لما يجيبون العصائر والسوالف ويصورون. شايفين هاي المنطقه من البحر، انا اجت ايام كنت هنا انا اصعد فوق، فبرمضان العشر الاواخر كنت اعتكف هنا، هذا مسجد فاطمه، يجي بيه شيخ صوته كلش حلو، وراها الفجريه اقعد هنا انا لي فوق وادعي الله سبحانه وتعالى، كنت بكل الادعيه اللي اليوم كلها متحققه واضعاف اللي كنت اتمناه متحقق. كنت امشي منه انا دائما اجيب شاي كرك منه. هاي اخر ريوق بالامارات الوداعيه، وانا اعشق الحلوى العمانيه، وهسه راح اخذ منها الامريكا كم كيلو. شوفوا هاي الفيلا اللي بعجمان ما شاء الله تخبل تخبل، هاي بملايين. الفيلا بعجمان تقريبا 300,000 دولار، احنا البيت اتفه واصغر بيت ب 200,000 250,000 بمنطقتنا العاديه. فهاي اخذت 6. هاي الحلوى اطيب حلوى وانا اموت عليها للعلم، وما تحصلوها غير بالدول الخليجيه هاي. واحلى شيء البوكس مال الحلويات كلش حلو، ونودع الامارات بالشاي كرك الزين. راح اشتاق للمنتجات العربيه والله. هنا بالامارات من احلى واجمل الشغلات بهاي الدوله الحديثه اللي ما صار لها 20 30 سنه صايره ما شاء الله، انه مو مثل امريكا او تكساس انه تشتري السلاح والكل عنده اسلحه بالبيت وبكل مكان، هنا أنا ماكو اسلحه، هنا فقط الشرطه يعطوهم السلاح، وهذا من احلى القوانين واجمل القوانين واروع القوانين اللي تسوي سلام. مثلا تخيل واحد يصير عصبي قبل يشيل المسدس يضرب صديقه، او تصير اخطاء او 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 او. قلت لكم النظام والمراقبه ماكو مكان الا وبكاميرا. لازم نودع الامارات بالتشايل بيرفكتو. بامريكا ما عندنا هيجي كاهي وجيمر مرتب، هنا أنا مثل العراق وأطيب ولبى المربى. ومع انه حاليا ساعة بالخمسة الا انه حبينا نودع الامارات بفطور عراقي مرتب رهيب. شوفوا لي جمال الحلويات الواقفة هناك، ومن خلال رقم السيارة يطلع لك انت وين صاف، بس انا صاف بباركنات مو هنا. شوفوا فكرة هاي الكوفي شوب، فراشات وما ادري اشياء مال جهال وبدبي مول، واو. شوفوا من 6 سنوات والى حد اليوم الحمد لله كل هاي الصفات والشغلات او الافكار وغيرها ما زالت موجودة بشخصيتي الحمد لله. الحمد لله انه الانسان سموه انسان لان ينسى، بس عندنا ذاكرة قصيرة، على الاقل عرفت وين ابرك وين مبرك يعني، لان هذا اكبر مول بالعالم يعني طبيعي راح تتيه. فالحمد لله لا امريكا قدرت تغيرني، انما غيرت عقليتي للافضل، ولا الشهرة قدرت تغيرني الحمد لله، بالعكس ايضا خلتني افضل حياتي. المهم مثل شعاري دائما للافضل وبس، وما تغير بس للافضل. ان شاء الله بجياتي الجايه على دبي نجرب سيارات ثانيه، وهاي كل تفاصيلهم على جوجل ماب اللي هم ذولا. وهسه مهمه ترتيب الاوزان، كل جنطه لازم ماكسيموم 23 كيلو. هسه رايح ارجع الدرون مالتي هسه، وبكل سهوله واحترام واخلاق رجعت الدرون، ووقتها ارويكم الامارات من فوق بالطياره. هاي خوش فيك هنا، انا اشوفه انه بزنس رهيب، كل جنطه درهمين حتى يوزنوا لك اياها. 24 هاي زينه. هسه رايح اجيب اخر شاي كرك، هاي جبناه راح اشتاق للشاي كرك. هاي البوابة الذكية، قد حلو دخلنا للبوابات الذكية هيجي قبل. هاي أول مرة قاعد أجرب هذا المشروب، اسمه ما لونه عجبني. حتى
بالمطار يقشمروك، تدفع فلوس تكت حتى تلعب على اساس حتى تفوز. اليوم بالطياره سافر ويانا صقر هيك يجي شايله واحد، لانه قطري ومشتري من الامارات وهاي بملايين الصقور، تدرون كلش غالي اسعارهم حسب الندره وحسب السلاله، و 100,000 دولار 300,000 دولار 400,000 دولار هيك الاسعار، اكو ب 5,000 دولار 10,000 دولار، كل الاسعار كل الاشكال كل الالوان. هسه صدق السعاده الحقيقيه الدلوصه. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.